ومدير الفضاء المسجدي وكل إطارات، وأحيي جميع الأساتذة والأستاذات والطلبة والطالبات والأئمة والمرشدات والطبيبات ومن التحق من الضيوف الكرام من الإعلام كذلك. شكرا لكم جميعا، ونبدأ بمداخلة الحج قصد ومقاصد. الحديث هذه الأيام عن الحج، كل البيوت تتهيأ. الحج حدث عالمي في بلاد المسلمين، لمن هو هناك ولمن يتهيأ ولمن يتابع كل هذه الأحداث، فهو كذلك حدث وطني، إذ تسخر جميع وسائل النقل، طائرات وضبط إداري وأمور كثيرة جدا كما تعرفون، لكي يلتحق هؤلاء الحجاج إلى بيت الله الحرام. فالأشهر الحرم، حرمة الزمان، حرمة المكان، تجعلنا نقف أمام هذه الشعيرة العظيمة التي لا يكتمل إيمان المؤمن ولا إسلام المسلم إلا بها، ومن أنكرها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة كما يقرر فقهاؤنا. والحج من منظور الفقه كما سبق الحديث مجموعة من الواجبات مجموعة من الأركان والفرائض والواجبات والمندوبات والمستحبات والمبطلات والمكروهات، ويكتمل العمل الصحيح للحاج من حيث الظاهر. وهو كذلك أنواع كما نعرف، وسميت سورة الحج الفريضة الوحيدة الذي سمى الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن العظيم بسورة الحج. وما من مسلم إلا حدثته نفسه بهذه الشعيرة العظيمة إلا تمنى ورجى أن يكون من عمار بيت الله الحرام. وتاريخنا الطويل، تحدثنا عن تاريخ بلادنا، تاريخ طويل ليس فقط على تعمير أهلنا لبيت الله الحرام في الحج والعمرة، وإنما كذلك التوقيف والتحبيس والجلوس إلى العلم والتدريس هناك. وأتينا بالمذهب من هناك، مذهب الإمام مالك رحمه الله، فالعلاقة الروحية قوية جدا في التاريخ العميق علميا وثقافيا وحضاريا ودينيا وحتى ماديا. فالحج كما يقرر الكثير من رحلة الروحية كما نقرر أو كما رحلة القلوب، فالحج أشواق ومشاعر وشعائر، والحج مكان وزمان وامرأة مع صبيها في واد غير ذي زرع خلد اسمها وخلد تاريخها وخلد زمزم بها وخلد هذا الطفل. فحينما نستشعر هذه الأمكنة، ونبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم حينما أقام البيت وحينما ابتلي في ابنه وحينما والتاريخ طويل والقصص كثيرة، وحينما نستشعر هذه الصلة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلد هذه الشعيرة، والله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أمرا جازما بأن نؤديها لمن استطاع إليه سبيلا، فهي رحلة قلبية ابتداء تسبق المشاعر قبل الشعائر، وتسبق القلوب الأبدان، ويسبق القصد المقصد، وهي نية وتلبية. فالحج من هذا المبنى جهاد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، فجهاد المرأة وجهاد الكبير وجهاد الضعيف، الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجهاد من غير قتال مشقة كثيرة. واستوقفتني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة المنورة حاجا في حجة الوداع، يقرر ابن حجر في أنه بقي 8 أيام في الطريق من مكة إلى المدينة، وحجاجنا الميامين يبقون 9 ساعات 8 ساعات من مكة إلى المدينة ويقلقون ويضجرون، فبالتالي نقارب هذا بذاك. حينما كانت النية بالحج هي التهيؤ لأي شيء، هل التهيؤ لأفعال بدنية وفقط، أم تهيؤ بعيد في المغزى العميق من المنظور الإيماني؟ نعم، تهيؤ عظيم بعيد في المغزى المكاني والزماني،
فهو رحلة ليست سياحة وليست زيارة، وإنما هي رحلة في ترك الدنيا. فالحج مجموعة من التروك مقابل مجموعة من الأفعال. فهذا الحج الذي يترك المخيطة والمحيطة والطيبة واللباس والدنيا والزواج والصيد والكثير من التروك والدنيا لكي يلتحق بمكان ويتقدم أمام يد الله سبحانه وتعالى ملبيا ومجيبا لنداء سيدنا إبراهيم عليه السلام في لبيك اللهم لبيك. ثم أن هذه النية الخالصة التي بها يبدأ الحاج حجه من حيث الفريضة، يقول العلماء أن القصد يتحقق في الحج من جانب اللغوي ومن جانب القلب ومن الجانب الروحي ومن البعد المكان الزماني. فهو يقصد ينتقل، فهو يقصد يلبي، فهو يقصد بيت الله الحرام. إلا أن هل الحاج يقصد بيت الله الحرام وفقط والمسجد والصلاة، أم هو يقصد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهي رحلة إلى الله عز وجل على اعتبار أن هذا المؤمن يربط قلبه في ذلك المكان، هو مكان نعم، إلا أنه يربط قلبه في ذلك المكان بالذكر. وتليت علينا الآيات الكريمات من طرف الطالب الفاضل أن كل مكان هو ذكر، هو كلام يقوله الحاج يرفع به صوته بخلاف المرأة أكيد. في كل مكان مخصص له ذكر معين، فتلك الحركات وتلك التنقلات ممزوجة بلهج باللسان لا يغفل، مكان لا يغفل عنه الحاج والمعتمر من التلفظ بكلام وذكر وتوحيد لله سبحانه وتعالى. الحج أشمل العبادات. في المقصد الحج هناك في الحج، الحج يشمل جميع العبادات، ولهذا كان الركن الخامس، فشمل الصلاة، شمل التوحيد، شمل التوحيد شهادة والصلاة والصوم في مسائل فقهية جزئية كما تعرفون، وشمل كذلك الزكاة، بذل المال حينما يبذل الحاج من ماله لكي يذهب إلى تلك الأماكن المقدسة. ثم يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول تمثل هذه الأعمال هناك الرقة والعبودية، ففي إنفاق الزكاة وجه معقول وفي الصلاة وجه معقول، إلا أن في الحج رمي الجمرات، يعني عدد الحكمة في التفسير عدد الجمرات وعدد الطواف وعدد ما هي إلا الامتثال الخالص لله عز وجل. لولا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحج أسلم قبلته. سيدنا عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يعمل منطقا، فإعمال المنطق في بعض التعبدات في، وأنا أتحدث عن المقاصد والقصد، فالمقصد الأعلى هنا هو المقصد الإيماني، امتثال طاعة الله. ابتلي المؤمن بطاعة الله سبحانه وتعالى، فحينما أطاع الله سبحانه وتعالى قام بكل الأعمال والشعائر من غير أن ربما يتلمس الجانب العقلي المباشر ليفهم هذا المقصد. شهود المنافع، الآية الكريمة تذكر شهود المنافع. المنافع هي التوبة والمغفرة والذكر والطاعة ابتداء، ثم أن المنافع في تاريخنا الطويل حينما نستقرأ طلب العلم، طلب الإجازات، ملاقاة العلماء، الإتيان بالحديث رواية فتوى، فكانت هذه الرحلة هي عبارة عن بعد علمي إيماني فيه الكثير من
المنافع، وفي بعض الأحيان قد نجد من يكتب منافع مادية، لكن المنفعة التي توخاها علماؤنا في التاريخ الطويل وطلاب العلم وعمار بيت الله هي ذلك الأخوة الإيمانية فيما بين الناس، ذلك المؤتمر العالمي في التساؤل والإجازات والتعارف وغيرها. نعم، في العلماء يتحدثون عن مظنة زيادة الرزق من مقصد الحج، فهذا الرزق مادي ومعنوي. الرزق المادي هو أن الله سبحانه وتعالى يخلف على هذا الحاج ما أنفقه، والرزق المعنوي هي تلك الثبات على ما بعد الحج حينما يصبح هذا الحاج ثابتا على طاعة الله وعلى ذكره وعلى طاعته.